السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. أنا راجل معتمد، محاضر معتمد في مادة الاي دبليو سي اف والكنترول والاي دي سي والشارب. كمان أنا لدي اعتماد في مادة المود انجينيرنج للبيزك والادفانسد مود سكول. واتكلمنا احنا عن الحاجات دي كلها على القناة بتاعتنا، وإن شاء الله بإذن الرحمن بدأنا بعد ما خلصناهم هنخش في الجزء الأهم، وهو جزء الدريلينج سوبرفايزر او الدريلينج بشكل عام. طيب عشان نفهم يا جماعه الاوبريشن بشكل عام، احنا اتكلمنا عن الريك كومبوننت مثلا في محاضرتين فاتوا، خلينا بقى نتكلم عن ايه، عن الاوبريشن بتاعت الحفر. خلينا نقول كده ان احنا ناخد كيس ستادي بير اتحفر من بدايه، من اول ما استلمنا الموقع وهو ارضيه لحد ما بنحطه على الانتاج. خلاص، ايه الاوبريشن اللي بيمشي بيها والسيكونس اللي بنمشي بيه؟ طيب هتقول لي ايه فايده الكلام ده ما احنا بنقراه في الكتب؟ اقول لك لا، اما اديك بقى كلام الاوبريشن نفسه وتشوفها بالصور اعتقد الامر هيبقى مختلف 180 درجه. تمام، فنركز في كل كلمه هتتقال لان كل كلمه فعلا مهمه. اول حاجه احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم اول حاجه خالص عن الريجلس اوبريشن. يا جماعه احنا اول ما رحنا كده استلمنا الموقع، فكانت الارضيه لسه البريمه ما جاتش، ما اتنصبتش. في شويه ريجلس اوبريشن بنعملهم في الاول خالص، ايه هم؟ هنتكلم عليهم. ثاني حاجه يا جماعه، بندي حاجه اسمها اكسبتنس بروسيجرز. بمعنى ايه؟ احنا البريمه دي جات لنا في مواصفات معينه ليها، المواصفات دي تتطابق مع اللي احنا عايزينه منها، شهاده الفحص او الانسبكشن او الكلام ده كله تتطابق مع الغرض المطلوب منها، ولا اي كلام وجبعت لنا اي حاجه ونضرب ورق وخلاص؟ فطبعا يبقى ده تاني حاجه. فبناء عليه تالت حاجه بقى الاوبريشن بقى بسمري. السكشن الاولاني لو حفرنا 17 ونص عملنا ايه، وكانت المض نوعها ايه، والبي اتش ايه نوعه ايه، واستخدمنا ايه. السكشن اللي بعده 12 وربع نفس الشيء، والمشاكل اللي قابلتنا ايه والكلام ده كله، والكيسنج اللي نزلت وكل حاجه برده. ال 8 ونص نفس الكلام. وفي الاخر خالص هنشوف بقى الكومبليشن والفورميشن توبس، ازاي بنحط في الاخر يعني الدرج جوج بيحطها عند كام، لو في ريك داون تايم، لو في الاخر في سكيما بتتعمل او الويل بور سكتش في الاخر خالص في اخر البير. طيب احنا هناخد البير ده على كام مرحله؟ هنشرحه على 3 ايام. على 3 ايام، اول يوم النهارده هنشرح فيه الاكسبتنس مع السكشن، وبعد كده ان شاء الله في يوم تاني نحصل ناخد سكشنين، والمره الاخيره ان شاء الله ناخد الكومبليشن والكلام الباقي كله. تمام، فالناس تركز معانا ان شاء الله. طيب الريجلس اوبريشن يا جماعه، انت لما بتيجي تستلم الموقع، انت لما خلاص بتروح الموقع كده بتلاقي فيه شركه، او الشركه الام يعني اللي هي الاونر، بيبقى فيه قسم، فيها قسم مدني. القسم المدني ده بيروح يأجر شركه، بتقوم هي الشركه دي بتدق حاجه اسمها الكوندكتور كيسنج، بتدق الكوندكتور كيسنج وبتعمل حاجه اسمها السيلر. فاللي انت شايفه ده اسمه السيلر، عباره عن صبه اسمنتيه كده، واللي حواليها ده اسمه ده اللي مدقوقه في الارض ديت، اللي هي اسمها الكوندكتور كيسنج. اهو زي ما انت شايف ديت السيلر اهي، وده الكوندكتور كيسنج بتاعنا بيبقى موجود بالشكل ده. طيب السيلر ده زي ما انت شايف كده بيبقى فيه مجرى او فتحات كده، اللي انت طبعا وانت عمال بتحفر وشغال بيبقى مثلا من اعمال الغسيل وخلافه والكلام ده، بتلاقي فيه مض بتبقى موجوده على الارض، فالارض بيبقى تصريف ليها ان هي تبقى في الاخر موجوده في السيلر. تمام كده. طبعا بيبقى فيه موجود جزء هنا برضو اقل شويه، ممكن بيبقى موجود هنا للماوس هول للحاجات دي كلها، بس ده الكوندكتور كاسنج اللي هي اول حاجه خالص. طيب الكوندكتور ده اتفقنا بيبقى فيه هامر كبيره كده بتندق بيها في الارض، يعني بيجيب هامر بتقعد تدقها في الارض، بيبقى في حاجه اسمها لحد ما بنوصل لحاجه اسمها ريفيوزال بوينت، اللي هي عندها لو ضربت بعدد ضربات اكتر من الضربات دي في الدقيقه هيحصل ان هي تتطبق، اسمها الريفيوزال بوينت. اوكي طيب في مثلا بعض الفورميشنز بتلاقيها قويه فبتضطر تحفر لها في الاول خالص. يعني احنا مثلا على سبيل المثال لما كنت انا شغال في ارامكو مثلا، كان يحفروا في ابار الاستكشاف بالذات في اول سكشن فوق خالص بيحفر بميه البحر، اوتوماتيك يحفر بميه البحر ويراجع على البحر برضه، يعني من البحر في البحر، بحيث ان هو يبقى حفر جزء وبعدين يجي منزل الكوندكتور، ثم بعد كده يبدا يخش بقى واحده واحده ايه، يخش بقى بالكيسنج بتاعته لحد ما يبدا يبني الحاجه بتاعته. طبعا بس ده كان في البحر يعني. نفس الشيء هنا، فده اول حاجه اللي هي الايه، الكوندكتور كيسنج. تمام كده؟ عشان ما اطولش في الموضوع اكتر من كده. طيب يبقى حصل هامرنج ل 20 انش كوندكتور بايب لحد ديبس كام؟ 37 فيت، على في يوم مثلا 22 مارس ولا غيره ولا اي حاجه، اي بير يعني، انا بديكم مثلا بير بشكل عشوائي يعني. طيب بعد كده يا جماعه بدانا نتحرك على الموقع، قال لك يا جماعه خلاص احنا عايزين نسبض، فلازم نعمل حاجه اسمها اكسبتنس للبريمه. الاكسبتنس البريمه ده بيعتمد على ايه؟ شوف يا ترى البريمه دي لسه جايه جديد،
يعني كانت مثلا في شركة بره وجاية، او انتوا مستلمينها من مصنع مثلا او من شركة ولسه جاية، ولا هي اوريدي كانت عندك على بير قديم مثلا مخلصة بير ورايحة تنقل بير تاني؟ فبيختلف الاكسبتنس. طبعا لو هي لسه جاية جديد ده بيبقى موال تاني خالص، ممكن تقعد فيها 20 يوم بتستلمها، بتستلمها بالمسمار بالتيلة بالبنز بالهوك، بكل صغيرة وكبيرة بتركز فيها بالدوكيومنتيشن بتاعتك بكل حاجة. انما مثلا لو هي كان عندك في بير قبل كده، لا بتركز على الحاجات اللي تشغلك انت خلاص اوريدي عارف في حاجات اسمها اساسيات كده اسمها سيفتي والكنترول، الحاجات دي كلها ده اساسيات اي اكسبت، يعني من غيرها ممكن توقف بقى البريمة اصلا. تمام. انما بقى حاجات تانية بسيطة مثلا حاجات متنية مثلا في الريلز، حاجات ما اعرفش مين، لا الحاجات اللي هي العادية اللي ممكن تتعدى دي خلاص. انما مينلي اي اكسبت بيعتمد في الاساس على ان انت تحقق الفانكشنز اللي انت بتحفر بيها، والكنترول ده لازم وغصب عنك يبقى از بير اي بي اي، ما فيهاش فصال. السيفتي از بير اي از برضه بير الاوشا او اي بي اي او اي حاجه من الكلام ده، واخد بالك. ثالث حاجه برضه ان الفانكشنز بقى المختلفه، مثلا تشغل المضبم، تعمل بريشر تيست مثلا المضبم، تعمل فانكشن تيست للتوب درايف، يعني تعمل الفانكشنز اللي هتشغلك وانت بتحفر. تمام. فمتركزش قوي في الايه، في الاكسبت ايه لو هي من بير لبير يعني. طيب خلينا نشوف كده على المجال ده من الاكسبت ايه اللي حصل. اول حاجه بنلاقي حاجه اسمها السيفتي، شوف السيفتي بتاعنا، فبنلاقي الفاير اكستنجوشر مثلا وير ان بليس، اللي هي طفايات الحريق لازم طبعا يبقى موجوده عندك. لازم تتاكد ان تانك الميه مليان على الاخر، مثلا تانك الميه بتاع الفاير يعني مليان ميه على الاخر. لازم تتاكد ان اللي اوت مظبوط، الطفايات كل واحده متوزعه في مكانها مظبوط، يعني مثلا في عند الانجن، عند الانجن مثلا موجود اثنين، عند البي او بي موجود واحده، عند مش عارف مين. طبعا كل الكلام ده لازم بيبقى از بير اللي اوت بتاع الايه السيفتي بتاع الفاير اكستنجوشر. الفاير تانك واز فول اوف ووتر، تمام مظبوط. تالت حاجه الاي ووش، الاي ووش ديت باختصار شديد كده لما تطلع، يعني لو قدر الله حد تعرض لاي حريق او كيميكال او اي حاجه، فحاجه سريعه كده بتبقى زي يعني مش هنقول جردل، بس حاجه بلاستيك كده موجوده، وبتبقى متطببه من ناحيتين كده بايه ببلاستيكه كده او برابر، بتشد الرابره فبتيجي مطلعه على الميه دايركت على وشك على طول. تمام. فدي بغايه الاهميه الاي ووش دي. امرجنسي شاور دي برده ووز اون ذا وات سيستم، طبعا ليه؟ لان لا قدر الله ممكن واحد بيخلط مثلا كوب صودا ولا كيميكال يحرقه، فلازم بسرعه بسرعه يفتح الايه الامرجنسي شاور ده. طبعا انا بقول لكم نقطه يعني برضه يا جماعه، الاكسبتنس اللي انا بكلمكم عليه والاوبريشن اللي بكلمكم عليها دلوقتي ده انا بس بفتح معاكم مجال الحفر، انما احنا هنتكلم بالتفصيل الممل بكرر تاني اهو عن الريك كومبوننتس، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم عن الاوبريشن بتاعت الحفر بقى بشكل عام. بس انا بديكم مثلا ايه الاول كيس ستادي كده. تمام. السيفتي ساينز زي ما انت شايفها، السيفتي ساينز محطوطه ان بليس، الزروير برضو نو بي بي اي 6 اوكي 2 بي اي 6 اللي هي بريثنج ابريتشس، اللي هي اجهزه التنفس اللي هي بتقعد لمده 15 دقيقه ديت. زروير سيفتي تريننج سيرتيفيكيتس فور بيرسونز، الناس كانت معاها هازكم بقى ولا اتش تو اس ولا الحاجات اللي هي الشهادات دي كلها بقى برضو مع الناس، وده كان كويس بالنسبه للاكسبت. يبقى احنا لما شفنا الحاجات دي في السيفتي حاجه مرضيه ليا ان انا اقبل بيها الوضع البريمه از سيفتي. طبعا عايز تزود عن كده ممكن تزود، تمام، تشوف مثلا دروب اوبجكت سيرفي، تشوف مش عارف يعني حاجات كتير قوي ممكن تتكلم فيها، لكن انا بكلمك بشكل عام دول الحاجات الاساسيات اللي انت تبدا تشتغل بيها. طيب المات سيستم، المات سيستم اظن ان احنا اتكلمنا في لما جينا نتكلم على السوليد كنترول ايكوبمنت على ازاي انت تعمل اكسبت للسوليد كنترول، واتكلمنا عليها بالتفصيل الممل. فعندك المات سيستم اهو، اول حاجه اتاكد ان الجريتنج اللي هي الحديد اللي هو الشبك اللي فوق ده، الشبك ده اسمه جريتنج ان جود كونديشن، ذير وير سام موديفيكيشن اند ريبيرز، طبعا مش هتلاقيها 100%، هتلاقي بعض الحاجات محتاجه لحام، بعض الحاجات محتاجه تظبيط، فده رقم واحد. تاني حاجه السوليد كنترول ايكوبمنت ووز تيستد، وعرفنا ازاي بنتستها، والله بتشيك على الجي فورس مثلا بتاعه ال اسمه ده الشيل شيكر، بتشيك على السكرينات اللي عندك، الستوك بتاعك اللي يكفيك، الرابر بتاعنا، الماتور الار بي ام بتاعته بتلف في الاتجاهين الاثنين عكس بعض عشان دي كلينير موشن ولا لا، كل الكلام اللي احنا حكينا فيه في السوليد كنترول، وارجع لمحاضرات السوليد كنترول في الادفانس ادفانس كلها هتلاقي فيها الكلام ده كله. طبعا الديساندر الديسالتر، تاكد برضه ان هي بتطلع سبراي ديسشارج، تاكد ان الكونز بتاعتك سليمه فيهاش ليك، تتاكد طبعا ان هي البريشر بتاعها الاوبريتنج بريشر بتاعها 40 بي اس اي او 4 مضروبه في البي بي جي بتاعتك،
تتأكد برضو ان هي في ساكشن، لما تيجي تحط ايدك كده من تحتها تلاقي في ساكشن ياخدها لفوق، فدي دي ساندر طبعا، ودي سيلتر، دي جزر، تلاقي طبعا شغاله لازم تلاقي البريشر بتاعه بالسالب. يعني اتكلمنا في الكلام ده كله، بس ايه، واذكر في ان ايه الذكرى تنفع المؤمن. تمام. المد بامبس مثلا بنشيك على المد بامب بتاعنا، بتاكد ازاي، بترفع بريشر تيست عليها واحده واحده عشان تتاكد ان اللاين اب بتاعتك سليمه، تتاكد ان مفيش ليك في الخطوط، الكلام ده كله. تمام. طبعا ده زي ما انت شايف كده السيستم بتاعنا اهو، ده كده اسمها ساكشن تانك للبريم اهو، ده اسمه انترميديت تانك، ده سلاج تانك عشان لو حضر سلاجات، ده اللي قلنا عليه اسمه الاي ووش اهو زي ما انت شايف اهو، ده ريزيرف تانك زي ما انت شايف هنا، ده دريل ووتر بيت عشان لما نيجي نحفر لازم يكون معانا ميه، ده المات كلينر، ده اسمه بوسوم بيلي، ده البوسوم بيلي عشان الراجع بتاع الشجره اهو بتاخده من عليه، ده الديساندر والديسيلتر، وادي الديجازر، وطبعا اللي تحت دولت الايه الشيل شيكر. تمام كده. فده حاجه في غايه الايه الاهميه زي ما اتفقنا. طيب المات سيستم زي ما قلنا هو بيتكون من شيل شيكر، مات كلينر، ديساندر، ديسيلتر، وديجازر. بيتكون بقى التنكات بتاعتك منين؟ التنكات بتاعت المات سيستم بتتكون من ايه؟ في عندك هنا في ساند تراب، في سيتلينج تانك، في انترميديت تانك، في سلاج او بيل تانك عشان لو حبيت تحضر ال سي ام، لو حبيت لا قدر الله تحضر فيها استقبل. ريزيرف تانك دي بتحط في دايما فيها الايه، طبعا بتبدا تحفر في الاول، فده عندك اكتف تانك تحتاج تعوضه كل شويه بفريش مد، تحط في دايما الريزيرف ده تحط فيه فريش مد. الووتر تانكس ديت بتبقى موجوده، وبيبقى معاك عربيات برده كمان ستاند باي علشان تجيب لك ميه باستمرار، تجيب لك ميه اول باول. التريب تانك بقى بتعمله عشان لو انت طالع عشان الويل كنترول ايشو، عشان لو حبيت شيك وتعمل مثلا فلو تشيك لو لا قدر الله في اي حاجه تعرضت لها. ده اللي اوت زي ما انت شايف اهو. عموما بشكل عام ادي عندك الاثنين بمبات، الميكسنج بامب بيبقى في عندك هنا اثنين هوبر في البريمه، او احيانا بريمه ثانيه واحده هوبر، بس مين اللي معظمهم بيبقى اثنين هوبر. الميكسنج بامب طبعا زي ما انت شايف بيودي كل واحد فيهم على تانك معين، على تانك معين وهكذا. ده السكشن تانك بتاعك، ده المود بامب عشان بتسحب من هنا ومن هنا وبتضخ على بتضخ على البريمه بتاعتك. في عندك حاجه اسمها كولينج تانك، كولينج تانك ده يا جماعه بيبقى عباره عن ميه فريش بس. ايه فكرته؟ ان انت دلوقتي المكن اللي شغال ده ممكن يتحرق، فلازم كل شويه بيعوض اوتوماتيك بيعوض ايه نفسه بنفسه انك تحط فيه ميه يعني وهكذا. طيب في غايه الاهميه بقى طبعا ده سيتلنج تانك، قلنا احنا على كل حاجه، وكل حاجه مكتوب على الكباستي بتاعتك، كل واحده كام برميل، وزي ما انت شايف يعني اللي اوت ممتاز يعني. طيب في بقى مشكله في غايه الخطوره هنا، وهي ايه؟ انت كراجل ككومباني مان، او كراجل ك ك ك كراجل ككومباني مان لما هنتكلم على اوبريشن، ايه الحاجه اللي غايه الاهميه بالنسبه انت بتهندل انت كل ده؟ انت بتهندل الميه للكولينج، وبتهندل الميه لكل السيستم ده عشان لو هتعملها، ده اول حاجه. كيميكال بتطلب المود انجينير عشان يجي لك بالكيميكال، وبعدين تبدا تهندل بقى البي اتش اي بتاعك، وتهندل الحاجه بتاعتك، وتخلي عندك عربيات ستاند باي لو في لوسز ولا حاجه، بالذات في السيرفيس هول، يعني تاخد بالك من 50 حاجه يعني في الاول. طيب ده السولك كنترول اكوبمنت زي ما انت شايف برضو اهو، ده سيتلينج تانك، ساند تراب، شير شيكرز بتاعتك، الديساندر، الديسيلتر، المات كلينر، يعني ده اللي اوت بتاعها برضو نفس الشيء. طيب لسه احنا برضو في الريج اكسبتنس، نطلع بقى فوق على الريج فلور. فلما طلعنا فوق على الريج فلور بتشيك على ايه؟ اول حاجه العدادات اللي فوق ده، العدادات ايش الار بي ام والستروك بير مينيت والكلام ده كله. يبقى في عندك حاجه اسمها ريك سنسور، ريك سنسور ده بيديك قيمه خلاص، قيمه ديجيتال، وقصادها عداد بيديك المفروض نفس القيمه، المفروض يبقى الاثنين كاليبريتد المفروض، اذروايز يبقى لازم تكلبرها قبل ما تبتدي خلاص. يبقى ده اول حاجه، يبقى الريك فلور بنشيك على التوب درايف، على التوب درايف بتاعنا اهو، التوب درايف اهو خد بالك، بنشيك عليه على السرعات المختلفه، الهاي هاي والهاي لو واللو هاي واللو لو، يعني بتشيك عليها بشكل مختلف ماشي. بتشيك عليها برضو في الفانكشن بتاعتك، تشوف بقى التلت بتاع اللينك تلت ده بيطلع بينزل بيتحط على وضع الدريل، بيرجع لوضع البوزيشن بتاع الفلوت مظبوط ولا لا، يعني بتشيك عليه بشكل ايه، بشكل عام علشان ما تحصلكش مشكله، ما تحصلكش ايه مشكله اثناء ما انت شغال بالتوب درايف. تمام. كمان برضو بتشيك عليها الانسبكشن بتاعه، اخر مره اتعمل له عمره امتى، الانسبكشن بتاعه ايه، تعمل تيست مثلا بريشر تيست لحد الاي بي او بي عشان تتاكد مثلا ان انت عندك الار ال دي مثلا ما بتليكش، اللي هي اسمها الروتري لينك ادابتور. وطبعا انت متاكد، انا متاكد من الكلام ده كله، انت ممكن ما تبقاش مستوعبه، بس اقسم لكم بالله لما تيجي بقى نحكي على الكومبوننتس هنفصصها لكم بالمسمار، هتملوا مني تقول يعني، بس معلش استحملوني طبعا معلومات كتير يعني. تمام. دي اول حاجه. طيب بعد ما شيكنا على الـ على الـ على الـ على التوب درايف اهو هنا وهنا، خلاص بنخش بعد كده نشيك على ايه، تشوف مثلا شغال الار بي ام بتاعته.
شوف بقى الار بي ام ده المفروض يبقى انت لو انت فوق ار بي ام بس ما يديكش اي تورك المفروض. فاحنا لقينا ان في تورك معانا 5 كيلو او 5 كي باوند في ديورنج روتيشن، ودي كانت بروبلم، يبقى لازم تصلحها وتكالبر الايه الموضوع من تاني، تكالبر السنسور لان كده السنسور في حاجه غلط. الاير هويست وركينج جود، ايه الاير هويست دي؟ اللي هي الهورس، الهورس يا جماعه اللي بيطلع ده اسمه اير هويست، وبقى في حاجه اسمها برضو مان رايدنج. يعني الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق باختصار شديد في السيف وركينج لود بتاع الواير بتاع كل واحد. المان رايدنج ده اخره 150 كيلو، انما طبعا التاني ده يقدر يشيل لحد 5 طن. فالاير هويست وركينج جود اه بتشيك عليها برضو على الكابل بتاعها، الحبل بتاعها، الدنيا دي كلها لاين يعني. طيب الكاميرا، ذا كاميرا اون ذا توب اوف ذا ماست was in place. كيف في كاميرا فوق عشان حضرتك الديريك مان لما بيطلع فوق عشان يشوف الاستنداد بيقدر الحفار من خلاله يبص عليه يتواصل يشوف عشان يفتح اللينج تلت مثلا، يفتحه او يفتح التوب درايف، يقفله، يفتح له الالفيتور او يقفله، يعني عشان التحكم ده كله. الكرين والفورك ليفت سيرتيفيكيشنز اه موجود معاهم سيرتيفيكيت، والدرايفر واخد واخد سيرتيفيكيت برضو في حاجه اسمها ديفنسيف درايف، يعني بقى لازم الحاجات دي كلها. البي او بي سيرتيفيكيت طبعا ده حاجه في غايه الاهميه، البي او بي والسواك وبانل والكلام ده كله برضو لازم حاجه في غايه الاهميه. وزي ما انت شايف بقى دي اسمها دريلنج كونسول بتاعت الحفار، ده جهاز هنا اسمه المارتن ديكر، ديت البريك بتاعتك، ده عندك هنا بقى اللي هي الايه المانيفولد اللي بتبقى قدامه بتاعت المانيفولد بتاعه قدامه دي اللي بقى فيها الايه الكل اللي حكينا عليه. طبعا ده صوره مبسطه ليها، طبعا اللي فوق دي مكبره شويه. العدادات بقى بتاعتك ايه، الار بي ام، عداد البريشر، العداد بتاع التورك، الحاجات دي كلها. وده اللي اتفقنا عليه ان هو لازم الريك سنس ده اهو، الريك سنسور ده اهو يبقى متطابق تماما مع العدادات ده خلاص. او يعني طبعا ديت الاستروكات طبعا برمن. طيب الريك رو اي دبليو اس اف اه معاهم كلهم اي دبليو اس اف، او يعني على الاقل على الاقل خالص لازم يكون مساعد الحفار والحفار والتور بوشر معاهم شهاده الاي دبليو اس اف او الاي دي سي نفس الشيء. طيب الاكس ادي الكرين، ادي الفورك ليفت، ادي الجنريتورز، الدنيا تمام. بنبص برضو عندك دي بقى شويه مصطلحات كده عشان تبقى فاهمها. زي ما قلت لك ده في الاول خالص وانت بتحفر، بتحفر بسبايرال دريل كولر، بتبدا بيه على طول، بتركب الدقاق ورا السبايرال دريل كولر. انت طبعا بتاع المسافه دوت انت حفرت ايه 37 قدم اللي هم الكوندكتور مش اكتر من كده، فطبعا لسه هتبدا تحفر كل ده. طيب اللي موجود ده اسمه البايب راك، اللي موجود تحت ده اسمه ايه البايب راك، اللي هو الراك اللي هو اللي بيتشال عليه المواسير والكلام ده كله. طيب طبعا دي فيه لابتول يعني، فده كات ووك، كات ووك اهو زي ما انت شايف كده خلاص. ده البايب راك اهو، صوره ثانيه ليه برضو، ودي اسمها البايب رام بقى حلو. ومن فوق هنا كده في حاجه اسمها الفي دور، الفي دور اللي اتكلمنا عليه في الليف ريكومود. طيب الاكسبتنس برضو بروسيدور، لازم انت تبص زي ما اتفقنا على الانيولر بي او بي، على البي او بي بشكل عام لازم انت تشوف، تبص على الانيولر بي او بي، لازم تشوف الدبل رام وتتك عليها برضو كفانكشن على حاجه اسمها ستامب. في حاجه عندك اسمها بي او بي ستامب اوكي، بتشيك عليهم وتعمل بريشراتك تمام بالريتنج بريشر بتاعتك، دي المفروض تكون 70% من الريتنج بتاعها، وفي نفس الوقت دي تكون 100% من الريتنج بتاعها، ولكن ال 100% ده يكون 70% من الويل هيد بتاعك عشان ما تلخبطش يعني. سنجل رام، دبل رام، نيولر، عندك طبعا ده البيس فلانش ده عشان تستخدم مع الحاجه اسمها لو انت تحفر في الاول بدايفرتر يعني تمام. بعض الشركات بتحفر بدايفرتر وده الاصح، بعض الشركات بتحفر من غير دايفرتر بيقول لك ما عندناش بوكيت جازز ولا حاجه قريبه مننا. طبعا ده الكوميونت، بس هو المفروض هنا فصل شحن يعني، بتلاقي المفروض ان عندك الاكوميوليتور ده 3000، الانيولر بريشر من 600 ل 1000 بي اس اي، والمانيفولد بيبقى حوالي 1500 بي اس اي. اول الاوبريشن بقى لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل نيبل اب للدايفرتر سيستم زي ما انت شايف كده. احنا عملنا اوريدي نيبل اب اهو للدايفرتر، ادي الدايفرتر اهو بيتشال بالترولي بتاع البي او بي زي ما انت شايف كده بيتشال، وبيتحط على ال اسمها دي اللهم صل محمد على الكوندكتور كيسنج. بس طبعا قبلها بنيجي احنا الشركه بقى هي اللي بتعمل تجهيزات، شركه الاي دي سي هي اللي بتعمل تجهيزات، بتجيب هي اول حاجه خالص التجهيزات البليته ديت اللي بتلزقها وتعملها في الكوندكتور زي ما انت شايف كده بالظبط اهو، واخد بالك اهي بتجمعها فوق اهي، وتيجي مجمعينها كده وحاطينها ايه بالمنظر ده كده. طيب ايه تاني؟
هما اللي بيجيبوا البليت، هما اللي بيجيبوا الفلانشة اللي بتتلزق في يعني بليتة كده بتتلحم في قلب الكوندكتور ده اهي، بتبقى كده اللي يتحط عليها الدايفرتر خلاص. وبعد كده بنعمل نيبل اب ايه للدايفرتر، هو هم كل المختصين بيه بيبقى شركة الكونتراكتور هي اللي بتعمل كل الكلام ده، شركة الكونتراكتور هي اللي بتقوم بالكلام ده كلياته. يبقى هو ميك كوندكتور بايب سبورت تو سبورت ذا كوندكتور ديورنج بايب ديورنج ذا دريلنج اوبريشن اهو، زي ما دي اسمها السبورتات اللي بنقول عليها اهي. تاني حاجة بنقول ويلد الدايفرتر فلانش اون 20 انش كوندكتور كيسنج اللي هي كوندكتور بايب، يعني بنقعد بنعمل عملية لحامة اهي ديت. نيبل اب البول فالف اند كونكت ات تو ذا فلير لاين اهو، اسمه البول فالف بتاعنا اهو. نيبل اب الانيولار بي او بي از دايفرتر اون اور اون ذا دايفرتر فلانج، ونيبل اب البيل نيبل. طيب ايه البيل نيبل ده يا جماعه؟ دلوقتي انا عندي ده البي او بي او عندي ده دايفرتر، طب عشان يطلع معايا لحد فوق ويبقى شايل لك الفلو لاين، بينتبه الفلو لاين الحته اللي هي الوصل اللي فوق ديت اللي بتاخد من بيبقى فيها، يبقى عباره عن فلانشه كده، فلانشه بتركب في البي او بي من فوق او في الانيولار او في الدايفرتر من فوق وطلعها لحد فوق وواصل منها طالع منها خط الايه الفلو لاين، فدي بنسميها البيل نيبل. فانت عندك اهو نيبل اب للبيل نيبل تو كونكت وذ ات وذ ذا فلو لاين. طيب وبعد ما بنعمل كده بنقول بقى كان في عندنا هنا احيانا بتحصل ديو تو رونج ميجرمنت فروم ذا ريك كرو، وجدنا ان الفلو لاين ووز لاور ذان الاوبن كونكشن بوينت، وبالتالي بنضطر ان انت تعالج الموضوع ده ان انت تقصر البيل نيبل او تشوف البيل نيبل قصيره شويه مثلا ايه تساعد معاك الموضوع ده. تمام كده يا جماعه. طيب زي ما انت شايف كده في الصور ديت يا جماعه اهو باختصار شديد، ادي البول فالف اللي موجود، البول فالف اللي موجود في الكونكت الفلير لاين اهو، واخد بالك؟ دي ستاد يعني مواسير، زي دي مسامير، المسامير دي احنا بنستخدمها عشان نربط بقى الفلانشات، المفروض ان احنا يبقى معانا حاجه هنا اسمها رينج جاسكت بتتحط ما بين اي اتنين فلانشه وبعض، بيتحط في الجروف اللي ما بين الاتنين خلاص، بتحطها وبتتربط عليها بالمسامير، والمفروض يكون معاك مكنه كمان عشان تاخد التورك بتاع المسامير المظبوط، يعني عشان ما تبقى في اوفر تورك ولا اقل منها يعني. طبعا بتربط المسامير الاول على شكل صليبه كروس كده، تاخد اربعه عكس عكاس، وبعد كده تبدا ايه كل واحد قصاد الثاني، واحد قصاد الثاني، واحد قصاد الثاني، وهكذا. بيل بيل نبل اهي زي ما انت شايف اهي، عباره عن ايه؟ ده المكان اللي بيطلع منه الفلو لاين خلاص، وادي البيل نبل بشكلها اهي، بيادي الفلانشه من تحت يتحط على البي او بي من فوق ويطلع لك اي حاجه على الفلو لاين المنظر ده. رفعنا بعد كده الهيدرل زي ما انت شايف اهو، وادي عندك اهو، وادي عندك الفلو لاين اهو، وادي البيل نبل بتاعتك اللي احنا بنوصل الاثنين ببعض لحد ما يخشوا يلزقوا في بعض. تمام، فده بيبقى شكلها النهائي اهو زي ما انت شايف، ده الفلانشه اهي ملحومه في الكوندكتور كيسنج وطالعه من فوقيها على طول، دي الفلانشه اللي بيبقى فيها البول فالف، وعندك هنا الدايفرتر بتاعك والبيل نبل يطلع لك على الفلو لاين في الاخر. طيب نبدا بعد كده نعمل ايه بقى؟ خلاص جمعنا عملنا الدايفرتر، نبدا بقى ايه؟ خلاص هنسبد، بقول لك خلاص هنسبد يعني هنبدا شغل خلاص. فاحنا كنا في البيرد سبدنا الساعه 7 الصبح، يعني كل حاجه كانت جاهزه ان هي تشتغل على حدود الساعه 7 الصبح، ولازم نكون ساعتها مهندلين البي اتش اي بتاعنا. هتهندله ازاي؟ هتهندله اول حاجه انك هتجيب دقاق، زي ما انت شايف الدقاق، اي دقاق زي ما هنتكلم عن الدقاقات ليه نوع، نوع الشركه المنتجه ليها اهي، الدو السايز بتاعه اهو زي ما انت شايف اهو، نوعه جي تي اكس سي جي 3 مثلا على سبيل المثال، والاي اي دي سي بتاعه 135، السيريال نمبر بتاعه بالمنظر ده، واخد بالك اللي هو الرقم ده. فده دقاق، اي دقاق بيبقى فيه الثلاث حاجات دول. هننزل نحفر اول حاجه خالص بايه؟ بميلد توث بيت، ودايما السيرفيس هول بنحفرها بميلد توث ليه؟ عشان بيبقى بتعمل كراشنج للكاتنج، لان اصلا الكاتنج بتبقى اوريدي سوفت، فنعمل لها كراشنج هيبقى الحفر بتاعك سريع، هننتهي بسرعه من الار او بي، الار او بي بتاعك سريع، وبالتالي تخلص من السيرفيس هول بسرعه جدا. جمعنا اهو دقاق اسف رانين هول ويز 17 اند هاف بت انتل تاج على البوتوم طبعا اللي هو كان 31 انش فويت، ستارت دريلينج 17 اند هاف سيرفيس هول ويز كونتينيو تو بيك اب اند ميك اب ذا بوتوم هول اسمبلي. طب البوتوم هول اسمبلي بقى بتاعنا عباره عن ايه؟ يا جماعه البوتوم هول اسمبلي كل ما هو تحت الدريل بايب، يعني استابلايزرات، مواتير،
مثلا هيفي ويت دريل بايب دريل كولرز الدقاق كل الكلام ده اسمه بي اتش اي خلاص. فكان معانا بقى البي اتش اي بتاعنا كان عباره عن ايه 17 ونص دقاق دقاق او 17 اند هاف نير بيت ستابلايزر كان حوالي برضو 17 اند هاف وذ فلوت فالف اند تيتكورينج. طب بنقول تقول لي ليه بنحط فيه فلوت فالف؟ اقول لك عشان لما حضرتك تحفر اول ما بتيجي تعمل كونكشن وتوقف بقى الكاتنج ماليه الانيلوس فحضرتك هيحصل يوتيوب معاك فهتلاقي في راجع كبير جاي لك من قلب التيوب وبالتالي هتلاقي البريمه مش عارفه تنتظم. فاحنا بنحط الفلوت فالف عشان هو وان واي فالف يودي من التيوب على الكيسنج وليس العكس. خدنا برضو فرد عمود اللي هي فرد عمود اسمها دريل كولر عباره عن 9.5 دريل كولر 17 اند هاف سترينج ستابلايزر تاني وده شكل الستابلايزرات اهي الستابلايزر اهو زي ما انت شايف اهو خلاص اهو اللي هو بالمنظر ده هنا اهو. وبعدين خدنا فردة عمود تانية 19.5 دريل كولر مع بعد كده كروس اوفر وتلات فرد عمدان 8.25 دريل كولر ثم 8 انش جار. طبعا انت بتحفر ويعني تحفر ماسوره وتحفر دريل كولر وبعدين توقف شويه لحد ما تجمع التاني وهكذا وهكذا وبالشكل ده. تاخد بالك برضو ان انت اثناء ما انت بتجمع والحاجات كلها تاخد بالك ان لازم في حاجه اسمها استخدام لازم يكون في حاجه اسمها ريسيس سليبس الكلام ده كله طبعا ايه هنتكلم عليه ان شاء الله لاحقا. 8 انش جار ده علشان حضرتك لا قدر الله لو استقيت نعرف نطلع نضرب جار ونطلع. زائد تاخد معاك ثلاث فرد عمدان برضو 8.25 دريل كولر زائد 9 في مضروب في 5 انش هيفي ويت دريل بايب او هيفي وول دريل بايب تمام كده. فده اسمه البي اتش اي. بي اتش اي يا جماعه كل ما هو تحت الدريل بايب. بعد كده برضو بتشيك من ضمن الحاجات اللي لازم تشيك عليها دايما ضروري ضروري قوي ايه هي يا جماعه؟ ان انت عندك حاجه اسمها بيت نوزلز. الدقائق اللي نازل يحفر ده اوبن جيت ولا بيت نوزلز؟ يعني اوبن جيت يعني على طول كده ولا مثلا يقول لك والله ركب له مثلا لو هو دقاق في الاول 3 مثلا في 17 ولا 3 في 15 ولا 3 في 16 ايا يكن المقاس بتاعه ايه. مثلا لو هو بي دي سي مثلا بيقول لك والله 7 مثلا في 11 مش عارف مين تقول له ايه فايده النوزلز؟ اقول لك يا جماعه والله النوزلز دي اللي بتتحكم لك في الهيدروليكس اللي موجوده في البير ومقدار فقد البريشر والهول كليننج اللي بيحصل على الدقاق ومن ثم الهول واستمراريه الدقاق في الحفر من غير ما يحصل له بيت بولنج والكلام ده كله. فالبيت نوزلز حاجه في غايه الاهميه. طيب اتكلمنا امبارح وقلنا البيت صب او اتكلمنا مع في مرحله البيت صب دي قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن دبل بوكس يا بوكس من تحت وبوكس من فوق عشان اعلق فيها الدقاق واركب فيها من فوق بقى دريل كولرز والاخر والاشياء الاخرى. ده التيت كورنج اهي زي ما انت شايف اهي وادي عندك الفلوت فالف بتاعك اهو. طيب التيت كورنج ديت ليه؟ ايه فايدتها؟ التيت كورنج ده يا جماعه باختصار شديد عشان لما اجي في الاخر بعد ما احفر السكشن ده بنزل تيتكو مالتي شوت كده بتنزل تاخد علامه وبالتالي بعرف انا الزاويه انحرفت عندي قد ايه بالظبط. طبعا السكرين اهي بقى اللي بيبقى الحفار بيبقى قدام اللي بتبقى موجوده في قلب المكتب بتاع الام دبليو دي او بتبقى موجوده في ايه في عند مكتب الحفار او ايا يكن يعني ده السكرين اللي انت ايه زي ما انت شايف اهي بيبقى فيها كل البيانات اللي انت عايز تاخدها. ده وضع الحفر مثلا مش وضع التريبنج ايه والله الساعه كذا ادي الكلي بتاعك اهو مثلا طوله كذا او انت تحفر ببرينا بكلي يعني الفلو ريت بتاعك كذا الفلو ان كذا الفلو اوت كذا يعني كل حاجه بتتحسب على الايه ايه ديجيتال يعني. طيب ماشي كده يا جماعه. طيب بعد ما حفرنا السكشن وطالعين حفرنا السكشن بتاعنا لحد الدبس اللي احنا عايزين نوصل له وليكن 2000 قدم 3000 قدم بقى وكل شويه وانت بتحفر بيقول لك ايه تبص على البرنامج يقول لك مثلا تاخد سويب سويب هول وذ هاي فيست كل مثلا ماسوره ماسورتين ايا يكن يعني بتاخد هاي فيست كل شويه عشان تنظف الهول بتاعتك وهكذا. فبيقول لك هنا ايه الاستابلايزر بتاعك افتر بولينج اوت اوف هول ده كان شكله اهو زي ما يكون عليه بوت بولينج اهو تمام. وادي الدقاق بعد ما طلع اهو بتعمل له حاجه اسمها الضل. ضل كاركترستكس يعني هنتكلم عليها ان شاء الله في الدقاقات. الضل كاركترستكس ده يا جماعه يعني بتقول مثلا والله هو الاوتر بتاعه كام الانر كام الجيج كام البيرنج كام يعني هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله. ماشي ودي الدريل بايب سليبس اهي اثناء ما احنا بنحفر طبعا لازم وانت طالع بتحطها على السليبس بتحط الدريل بايب بتاعتك على السليبس وبعد ما توصل للدبس بتاعك اللي انت وصلت له خالص تحت ادي تيتكو سيرفي بتيجي انت راميها من فوق تو ميجر الانكلينيشن او الديفيشن بتاع الهول وبتديك هنا مثلا قيمه هنا علامه في نقطه هنا فتقول لك والله النقطه دي عندها بالظبط احنا اخدنا انكلينيشن كام خلاص هنا تمام كده يا جماعه.
طيب الوايبر تريب بقى، احنا نزلنا مثلا لحد دبس معين وليكن 10 38، ونعمل وايبر تريب. وايبر تريب يعني نطلع نطمن على الهول اللي فوق، على الالف ادم اللي حفرناهم دول، نطمن عليهم من فوق الدنيا ردمت معايا فوق ولا الدنيا كويسه ولا ايه الدنيا. تمام، بعد كده هنكمل دريلينج بال 17 ونص سيرفيس هول من اول 10 38 لحد 2117 اللي هي الكيسنج بوينت بتاعتي، وبعدين اقدر اعمل دروب للتوتكو سيرفي اند بولينج اوت اوف هول وذ دريل سترينج. التوتكو سيرفي بتنزل لحد كام؟ اديتك قرايه لحد كام؟ عند 2117، بتديك 3 درجات يعني 3 ديجري يعني 3 درجات. تمام؟ طيب هتعمل بقى لاي داون للبي اتش اي كله، يعني اطلع كده من البير واعمل لاي داون لكل البي اتش اي ده، ماشي كده؟ وبعدين استعد يا معلم بقى عشان جوب الايه؟ الكيسنج. خلاص، قبل جوب الكيسنج عايز اتكلم بس معاك ان في المض اللي احنا كنا مستخدمينها في السكشن ده كانت عباره عن سباد مض. سباد مض يعني وزنها 8.8 بي بي جي، الفيسكوس بتاعتها من 50 ل 55، طبعا هي مش سكند بوز، هي سكند بير كوارت. البي في كان من عباره عن 14 ل 11 سنتي بواز، اليلد بوينت كان عباره عن 25، الام بي تي بتاعتك لانها سباد مد، فالسباد مد بتاع نسبه البنتونات عاليه، فهقول لك اهو من 10 ل 15 الام بي تي بتاعتنا. البي اتش بتاعنا كان 9.5، الفلتر لوس كان 20. ليه 20؟ لان هي سباد مد هاي سوليد، فبالتالي الفلتر ريت بتاعها بيبقى عالي جدا. طبعا بنقيس الوزن بايه؟ اهو ده جهاز المود بالانس اهو اتكلمنا عليه قبل كده، ده عشان تقيس الفيسكوستي بتاعتك بتقيسها عن طريق ايه؟ المارش فانل اهو موجود اهو، وده عندك بقى فوق وانت طالع لما تيجي تطلع تربات بتبقى ويت طالع ويت، فده اسمه مات بوكس. المات بوكس ده بيبقى موجود هنا عشان لما تيجي تطلع طبعا هيطلع ايه؟ ويت، يعني هيطلع معاك طفله، فلازم بتيجي كاسر قبل تيجي تكسر الماسوره عشان الناس ما تتبهدلش، فبتاخد المات بوكس ايه معاك عشان توقع الطفله على طول وتسحبها وترجعها تاني على السيستم. خلاص، ده المود بروبرتيز ايه بروجرام. طيب الاوبريشن بقى، الدريلنج بارامترز اللي كنا بنحفر بيه كنت بتحط قد ايه ويتم بيت؟ اه كنا بنحط من 10 ل 30، الار بي ام كانت من 80 ل 110، التورك بتاعنا كان من 1 ل 4، الافريج ار او بي كان مثلا 61، المود جي بي ام بالماكسيمم اللي هو من 500 ل 700 جي بي ام، خلاص اللي هي الفلوريت يعني. طيب ايه بقى المشاكل اللي بتواجهك دايما في السيرفيس هول؟ دايما ممكن تستك، دايما بتاخد في اسمه ده لوسز كتير جدا، ممكن يقدر الله لو في نير مثلا جاسز ولا بوكيت جاسز زون ولا اي حاجه ممكن يحصل معاك والكنترول ايشو. ايه الدريلنج اللي قابلتنا احنا بقى؟ والله احنا كنا ناس طيبين شويه، احنا بنحفر في قابلتنا تايت سبوت عندي دفس 1950 و1912 1805 1700 يعني كل النقط ديت طبقات ضبعه ومغره كانت موجوده عندنا. طيب البارشال لوسز في مغره، طبقه مغره دي ممكن تاخد فيها بارشال لوسز، وتوتال فورميشن لوسز اللي حسبناها خدنا حوالي 550 برميل على مدار البير لوسز في الفورميشن. طيب اشتغلنا ازاي بقى يا جماعه على التايت سبوت؟ تشتغل عليها اول حاجه خالص وش اند ريب. طيب ما مشيتش معاك بتعمل اللي انت حضرتك ايه، بتيجي انت واخد حاجه اسمها بومب اوت، يعني تاخد البومب كده وانت طالع. طبعا وش اند ريب ده اثناء وش اند ريب ده اثناء اثناء الحفر، انما التايت سبوت ده وانت طالع تريب اول حاجه خالص بتطلع اول اتنين ستاند بومب اوت عشان تبقى ضامن ان في مكان تحت فري. المكان ده عشان لا قدر الله لو استقيت وانت طالع تضرب الجار داون. تاني حاجه على طول بتخش بقى لا قدر الله لو انت مستك او مش عارف تطلع او في تايت سبوت، بتعمل حاجه اسمها بتشغل السيركوليشن معاك. ف سوري فانت وانت شغال مثلا اتخذت تايت سبوت فتعمل ايه؟ هتيجي انت حضرتك على طول مشغل البامب اوت بقى بعدها. طب لو ما قدر الله ما فيش بامب اوت، تنزل وش وريم لتحت بسرعه مثلا 120 اللي هو انت يعني حتى بتحاول انت ايه تسعف معاك شويه، ما جابتش وتطلع برضه ايه فري. طب ما جابتش معاك خلاص بقى اشتغل باك ريم. طبعا الباك ريم ده حاجه في غايه الخطوره، بتبقى مثلا ليميتد شويه في الار بي ام، وبتستخدم نفس الجالونات اللي انت كنت شغال بيها اثناء الحفر. نتكلم عن الكلام ده كله ان شاء الله بالتفصيل.
احنا اشتغلنا على اللوسز ديت باوبتيمم مود بارامتر از بروجرام، ولودنا السيستم بتاعنا وعدينا المشكله الحمد لله. طيب اللي كان الطب بتاع طبعا عند 1260، الطب بتاع الومنيا ابولونيا عند 20 10، ودي طبقات طبعا شهيره قوي. بعد كده انت خلاص حفرت وطلعت بالسترنج بتاعك، واخدت رب تيتكو سيرفي، وبعدين طلعت بالسترنج بتاعك، تعمل ايه بعد كده؟ هتنزل بالكيسنج اللي هي ال 13 3 8. خلاص انزل بال 13 3 8 كيسنج زي ما انت شايف كده، وبتشيك اول حاجه على الثريدز بتاعتك، السن بتاعك سليم ولا لا، بتعمل لها بقى ايه، بتاكد كده عليها عندك دي بروفايل، بتبص على الثريد باي ستامب، بتعمل ده الرابت اهو، الرابت ده اللي بنعمل بيه دريفت، يعني عباره عن بتاع كده بيترمي جوه الماسوره، لازم يعدي من الناحيه التانيه عشان اتاكد ان كل الانر دايمتر بتاع الكيسنج واحد، مش مثلا مش متطبقه في ناحيه وناحيه تانيه واسعه، لا ان هي كلها واحد. خلاص فده اسمه الاي بي اي فول لينث دريفت. تمام. طيب بيفور رانينج ال 13 3 8 كيسنج ات ماست بي انسبكتد، طبعا دي الكيسنج، باسنج الرابت في الكيسنج عشان تشيك على الانر دايمتر، تنظف الثريدز بتاعتك ونعمل لها انسبكشن من خلال الوش جن، بتشيك على الكابلنج اللي هي الكابلنج اللي هي الناحيه الانثى، يعني انت عندك في ميل وفي فيميل او بين وبوكس، اللي هي الناحيه البوكس الكابلنج دي بتبص عليها من هنا ومن هناك. طبعا في عندك ايه الفيرست بريبريشن برضو، البراش تو كلين ووشنج باي ديزل اور ووتر ذس وذ هاي بريشر. تمام. طيب في الاول خالص وانا نازل بالكيسنج يا جماعه، لازم اخد في بالي من نقطه، لازم اكون محضر حاجه اسمها كيسنج تشيك ليست. ايه بقى الكيسنج تشيك ليست اللي انا بحضرها؟ بتحضر مثلا التشيك ليست بتاعتك، عدد المواسير اللي هتنزل بيها، الجريد بتاعها، مثلا الباور تونج اللي انت هتشتغل بيه عشان تربط المواسير، التورك بتاعها كام، طبعا حاجات كتير بقى. طبعا الفلوت اوكوبمنت، في عندك حاجه اسمها الفلوت شو زي ما انت شايف اهي، في عندك هنا اسمها الفلوت، وفي حاجه اسمها الفلوت كولر، واللي ما بين الاثنين دول اسمها الشو تراك. خلاص في مدرستين، في مدرسه تقول لك جمع الفلوت شو مع اول ما صوره كيسنج بره وارفعها بعد كده على البير، وفي تانية حاجة تانية تقول لك ايه، لا احنا هنجمع على البير دايركت. تمام. بس تاخد بالك بقى من نقطة لغاية الأهمية، الفلوت كولر كل الفلوت اكوبمنت لازم بعمل لها حاجة اسمها بكر لوك أو تيوب لوك، تيوب لوك أو بكر لوك. عبارة عن ايه البكر لوك أو التيوب لوك ده يا جماعة؟ زي ما انت شايف كده، دي ازازة بتتخلط على الازازة اللي على الصفيحة اللي موجودة هنا ديت، وبيبقى في ده عامل زي سكينة المعجون ديت، تقلبهم كويس أوي ببعض وتبقي على السن بتاع الفلوت اوكومنت عموما، او الفلوت كولر او الفلوت اوكومنت بشكل عام، على السن البن بتاعها بالذات، وتيجي عامل لها ايه زي دهان بيه كده. طيب ايه فكرته؟ فكرته ان هو بعد فتره صغيره وجيزه مثلا بعد ساعه ولا حاجه بيبقى ناشف زي الحديد خلاص، فما بيسمحش ان هم يفكوا من بعض تاني لو هم رانين هول، ولا بعد كده في السكاشن الجايه حتى وانت بتحفر، لو انت بتحفر مثلا البلاجات بعد كده ولا اي حاجه، برده ما بيتاثروش وما يتفكوش معاك. فدي حاجه في غايه الاهميه، الفلوت اوكومنت بتعمل بالبكر لوك. خلاص طيب لازم يكون في عندك هنا سبايدر اليفيتور اهوت عشان تطلع، لو انت هتستخدم فيلاب تول، دي اسمها فيلاب تول، لازم يكون معاك سبايدر اليفيتور. خلاص فالفيلاب تول زي ما انت شايف اهي، بتبقى انت عندك ايه، ده السبايدر اليفيتور خلاص، راكب على ال راكب على البي او بي، على اسمه ايه ده، على التوب درايف زي ما انت شايفه، وعندك هنا دي اسمها الفيل اب تول عشان حضرتك لما بتعدي الكيسنج شو وبتبقى في الاوبن هول، محتاج كل شويه ان انت تسركل او بتنزل كل ماسوره لا قدر الله عشان تبقى معاك السيركوليشن سريعه، ان جاست ان كيس لو في سلافنج شيل او حاجه هجمتك او كنت هتستك او حاجه، لازم تبدا سيركوليشن على طول او خلاص. فدي غايه الاهميه. التيوب لوك او بريفنت ان سكرونج اوف ذا فلوت اوكومنت فروم كيسنج وايل دريلنج سيمنت بلاكس. تمام. طيب الفلوت شو يا جماعه ده عباره عن وان واي فالف تو بريفنت سيمنت باك انسايد ذا كيسنج اند اولسو اكت از ا جايد فور ذا شو ات ذا اند اوف ذا كيسنج. الفلوت كولر برضه هي وان واي فالف، هما الاثنين دول عباره عن وان واي فالف يا جماعه، زي ما انت عارف بيبقى واحد فيهم برضه مسند او بيز فور سيمنت بلاجز، عشان لما اجي اعمل جوب الاسمنت زي ما هنتكلم عليه كمان شويه، جوب الاسمنت ده باختصار شديد انت بتضخ من قلب الكيسنج، وبيبقى في بلاجات موجودة بتتكسر البلاجات دي، وبتتكسر البلاج اللي هي البوتوم بلاج،
عن طريق البومب الاور بلاج يعني، فبدي بتكسر ويعدي لك الاسمنت في الانلس. ده سبند سبايدر ايفيتر عشان تو اليفيت الكيسنج، واخد بالك؟ وبرضه بستخدمه زي ما قلت لك كده، يا اما وانا بحفر سيكشن مثلا ال 12 وربع او كيس 9 5 8 مثلا، واخد بالك؟ بستخدم السبايدر ده سواء منزل، او مثلا لو حاجه وزنها عالي زي مثلا سيكشن ال 22 انش ولا حاجه. السيل اوف تول زي ما قلنا اهو، بتملى الكيسنج ويز ذا مد ديورنج رانن هول، وبتاخد ايه الكونكشن بتاعها، بتاخد المال بتاعها كل وان كونكشن. السبايدر سليفز اهي زي ما انت شايف، اهي السبايدر سليفز اهو خلاص. يبقى ده سبايدر اليفيتور عشان يشيل الكيسنج، السبايدر سليبس موجود تحته، ده السبايدر سليبس وده الاليفيتور، سبايدر سليبس وده الاليفيتور. طبعا دي السليبسات اهو، كيسنج سليبس زي ما انت شايف اهي، مصدرها مختلف خالص عن اللي احنا نعرفه. ده الباب جوينت اهو، معمول له رجب، وادي الماتور، وادي السبايدر سليبس اهي، سبايدر سليبس. عندك هنا ادي في طول اهي 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 في الابطول. عندك بعد كده عندك بعد كده الباور يونت اللي بتغذي الباور تونج اهو. عندك بعد كده الباور تونج نفسه زي ما انت شايف اهو، الباور تونج نفسه عشان يربط ويحل ايه المواسير الكيسنج الكيسنج بتاعتها، التورك بتاعها ايه لحد ما تشوف علامة البيز بتاع المثلث موجود على السن. البيز بتاع المثلث موجود على السن. طبعا ده سنجل اليفيتور يا جماعه، عشان السنجل ده بيستخدم لما في عندي مثلا ماسوره بربطها وبسحب الماسوره التانية من على البايب رام، فباخدها بالسنجل ده. كذلك الماسوره اللي فوق دي بتبقى متسنتره بسنجل تاني، او متسنتره بالسنجل ده من فوق، بحيث ان عشان ما تلفش يعني، بالذات لو فيهم في ريح او هواء، فطبعا ما يخليش السن ايه يسف معاه. طبعا ده عندك هو اسم الباور درايف، ولازم نفهم ان دي له حاجات سيفتي. ادي السيفتي، وادي السيفتي شيكلز، وادي كل اللي يخطر على بالك يعني. تمام. طيب ال 13 ثلاثة مان اهو، كيسنج اوبريشن زي ما اتفقنا، بتغير اللينج بتاعك اثناء الرننج دي رننج ويز 13 ثلاثة مان خام كي كيسنج. هتعمل ريجب بقى لشركه مثلا كبريمير عشان ليها ترن جوب او سابيسكو او وات ايفر الشركه اسمها ايه، مش فارقه. تعمل بري جوب سيفتي ميتنج مع الناس كلها عشان تاكد عليهم، يا جماعه فلان ده مثلا ما كانش حاضر، فلان ده ما كانش موجود، فلان ده لسه جاي من الاجازه، فلان اي يكن. خلينا على سيفتي ميتنج، هنشرح بقى في كل تفاصيل الجوب بالتفصيل، ناخد بالنا من كذا، ما نعملش كذا، حد يتخبط، مش حد يعني، نقول لهم الكلام ده كله. تك فلوت اوكومنت والفلوت شو بايدك، فحضرتك لما تيجي تعكسهم كده يعني، المفروض بتعكسهم يعني تعملهم بالعكس، وتحط المايه المفروض المايه تقف. Running with 1338 casing to depth 2177 او 2117 bottom. ودي المواسير بتاعتك اهي، عباره عن الجريب بتاعها 68 باوند بير فيت، النوع بتاعها او كي 55، عدد بتاعها كام؟ 52 جوينت، واخيرا السن بتاعها بدرس خلاص. بيركوشنري واش اند داون لاست تو جوينتس، هتسايت الكيسنج بتاعتك عند البوتوم بتاعها 1 فيت اب او داون، فيبقى عندك ايه 2 1 1 6. تاني حاجة it is found that rig screw او rig screw made wrong pipe tally measurement. الكرو طبعا ممكن يغلط ويعمل بايب تالي غلط، فلازم تعمل دبل تشيك عليه، ولازم تاخد في اعتبارك ان البايب تالي ده لما تيجي تعمله بتاع الكيسنج، تراعي جدا ان الويل هيد بعد كده ما يبقاش فيه كولر او كابلنج من الكيسنج قصاد الويل هيد بالذات اللي قصاد الكيسنج سليبس، عشان نعرف نريح الكيسنج بعد ما نعمل جوب الاسمنت. دي في نقطه في غايه الاهميه، عشان كده بتقعد بقى تخلي اقصر مواسير للاخر، بتقعد تظبط اطوالك. رجب هاليبرتون سيمنت ايكوبمنت وهولد بري جوب سيفتي ميتنج، دي فيها تكون من هنا خلاص. السايلو سيمنتنج بتاعك لازم يبقى مليان بالسيليكا ومليان بالنوع اللي هو اسمه النيت سيمنت اللي هو كلاس جي.
خلاص زي ما شايف ده السيمنت يونت ده الصيلات ده. وده بيج باج بقى عشان الكيميكال ايه اللي موجوده او النيت سيمنت اللي عندنا. طيب ده السيمنت يونت زي ما انت شايف، ده السيمنت لاينز اهي، وده الايه الصيلوهات يعني. طبعا بنيجي عاملين احنا بقى رجب لحاجه اسمها سيمنت هيد. والسيمنت هيد ده زي ما انت شايف كده هنتكلم عليه بالتفصيل لما نيجي عند السيمنتنج. اهو في 3 بلفات، في بلف منهم بعمل البلف الاولاني ده ببقى حاطط فوق منه على طول البوتوم بلاج، والبلف الثاني ده ببقى حاطط اسمه ده اللهم محمد فوق منه المعاويه، مش معاويه سوري، يبقى انت حاطط فوق منه البلاج التوب بلاج. تمام خلاص كده. طيب اللي من تحت ده يا جماعه عشان تعمل ايه، انت طبعا بتعمل بريشر تيست الاول عليهم كلهم، وبعد كده بفتح بي عندك من الناحيه دي من اهو، بفتح العصفوره، بفتح العصفوره لما اجي اعمل ديسبلاي، لما اجي اضخ او اعمل دروب للبوتوم بلاج، فبتبان بتلاقيها اتحركت من وضع البوزيشن اللي هو الوضع الهوريزونتال ويبقى في وضع الفيرتيكال، فكده بعرف ان هي ايه البوتوم بلاج نزلت. البوتوم بلاج ده يا جماعه لونها يا اما بيبقى اصفر يا اما بيبقى لونها احمر، انما دايما بتاع التوب بلاج بيبقى لونها بلاك دايما عشان ما حدش يتلخبط. طبعا بيبقى في ميزه تانية برضو، ان انت عندك البوتوم بلاج بيبقى فيها بيبقى فيها سيراميك ديسك، حاجه يعني ديسك كده صغير او جلاس ديسك، طبعا ده بيتكسر مع الوقت اثناء الديسبليسمنت. تمام هيبقى عندك اهو رجب سيمنت هيد، ادي السيمنت هيد بتاعنا اهو، وادي السبايدر الفيتر ايه هنا. طيب السيمنت هيد زي ما انت شايف اهو ديت عشان تسركل منها المد، ده السيمنت هيد ده تركيبه اهو، ده بتسركل منه المد طبعا ديت فور دروبنج اهو. انت عندك دي ده العصفوره اللي بقول لك عليها، شايف العصفوره اللي ورا ده اهي، ده اهي دي حضرتك بتبقى في وضع البوزيشن ده كده هوريزونتال. وانس ان انت فتحت دي، فتحت ده اهي او البار ده، البار يعني لما تفتحها كده بيبقى في بار بيطلع منها، البار ده لما تفتحه بيبقى انت عندك موجود هنا بوتوم بلاج. البوتوم بلاج دي تيجي نازله، وهي نازله ايه تيجي محوله لك الفلاج ده، بنسميه فلاج، الفلاج ده تلاقيه اترفع لفوق كده خلاص، يبقى دي نزلت البوتوم بلاج. طبعا بكون قافل انا برده البار اللي فوقيه، انا ايه خلاص عملت سيركوليت للمد من هنا، فضخيت الدروب للبوتوم بلاج من هنا، وبعد ما بضخها بقى بضخ كل حاجه من رقم 2 اهو اهو، بضخ اهو الاسمنت بقى، بضخ الاسمنت في الاول والسبيسر والاسمنت، وبعد كده بضخ الايه في الاخر خالص بقى بعمل الديسبليسمنت، بعمل دروب مره تانية للتوب بلاج برده من هنا، تفتح ديت وتلاقي تبص على العصفوره برده فتيجي واقع. اخر حاجه خالص بتيجي بقى من فوق هنا تعمل ديسبليسمنت للفلويد بتاعك عن طريق البامب بتاع البريم. خلاص طيب زي ما انت شايف كده، ده التوب بلاج ودي البوتوم بلاج، اوكي هما لونهم مختلف شويه لكن دول اسمهم سيمنت بلاج. الميزه اللي بتميز الاثنين عن بعض ان البوتوم بلاج ده يا اما احمر يا اما توب بلاج، يا اما والتوب بلاج بيبقى دايما يلو او بلاك. خلاص الليبل يعني مكتوب على اثنين، مكتوب على الليبل بتاعك اتس تايب وبرنتد اون ات، بيبقى مطبوع عليها يعني اللي هو الايه على الليبل بتاعك. طيب التاتشنج بلاجز برضو اللي هي البلاجات بتاعتك بتحتاج بيبقى فيها بارتس من الرابر وبارت تانية من زي ما قلت كده الانسايد، بيبقى فيها الومنيوم طبعا التوب بلاج بيبقى فيها الومنيوم رينفورسد، انما اللي تحتها بيبقى عباره عن جلاس ديسك تقريبا او حاجه شبيهه بكده. طيب نعمل ازاي بقى يا جماعه جوب الاسمنت بتاعنا؟ زي ما انت شايف كده بنبمب الاسمنت، بنعمل بريشر تيست اول حاجه على السيرفيس لاينز لحد 4000، وبعد كده نبدا نبمب الاسمنت بقى جرادولي. في الاول خالص طبعا انت عندك الريت اهو زي ما انت شايف هنا بالبارل بير مينت، كنا احنا بندخ بامبنج 6 برميل، ده البريشر بتاعك اهو اللي هو بالبي اس اي. بتضخ اول حاجه خالص الليد سلاري، وراها يا رب بتضخ اول حاجه خالص التيل سلاري، ثم بعدها الليد سلاري، عشان في الاخر خالص لما تعمل ديسبليس يبقى الليد اللي هو الاسمنت الضعيف او الاسمنت اللي هو المفكك ده يا دوب بس ايه طلع معايا شويه كده، انما المين ان انا يكون عندي هاي كومبريسيف سترينث، فبالتالي التيل بيبقى في الاخر خالص محتفظ بيه. خلاص فده التيل طبعا حسابات بقى حسابات ايه مش هنقول معقده شويه، حسابات بسيطه ان شاء الله، بس هي بتعتمد مين لي على انك تكون مركز يعني. خلاص ادي الفوليوم بامبد متنين ايه نضخ يعني زي ما احنا عارفين كده، نضخ اول حاجه خالص تسيركل بالمد، وبعدين تفتح تعمل دروب للفيرست بلاج، وبعدين تضخ كل حاجه بقى
سبيسر باسمنت ليد وتل، وفي الاخر خالص سبيسر تاني، وانتج الضاخخ او رامي التوب لاج وراها سبيسر، التوب لاج بترميها وبيبقى وراها سبيسر خلاص، وبعد كده بتعمل ديسبليس بالرج بتاع البريمه للفوليوم بتاعك كلاته لحد ما تخلي البامبين الاتنين يلزقوا في بعض. فبنقول هنا عملنا حاجه اسمها بامب بلج، انك بامبينا البلج، وبنقف عليها مثلا بلس اور ماينس 1300 بي اس اي ولا 1400 بي اس اي اوفر الفاينل ديسبليسمنت بريشر، وهنحكي عن الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل. طبعا بنعمل حسابات الاسمنت زي ما انت شايف اهو. الاسمنت عباره عن ايه؟ يقول لك مثلا والله احنا عايزين تيل لحد هنا التيل سلاري، ها يبقى نشوف مثلا ارتفاعها كام التيل سلاري لحد 500 قدم، خلاص تحسب اللي من خلال الكباستي بتاعتك هنا هنا بلس الشوت راك، كل ده بيبقى تيل. اللي فوقيه بقى لحد ما يقول لك وقف ده اسمه الليد سلاري خلاص. فمحدش يستغرب يعني ايه من الحاجات دي. الجايد شو بتاعتك بتبقى عبارة عن 1.7 مثلا تقريبا، الفلوت كولر حوالي 1.5، الاثنين شو تراك بيبقى حوالي 79، يبقى الشو تراك على بعضها كلها كام؟ 82.43. طيب فوليوم بتوين كيسنج اند كوندكتور اللي هو الفوليوم واحد اللي هو بين الكيسنج والكوندكتور اهو، خلاص ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن 56 اللي هو الارتفاع ده، ده بتوين سوري اسف الكيسنج والكوندكتور، بين الكيسنج والكوندكتور اهو عباره عن 56 في الكباستي بتاعتك اللي موجوده اللي هو حسبها هنا 0.167 يديك 9.9352. ثاني حاجه فوليوم بتوين الكيسنج اند هول فور ليد فوليوم 2، خلاص الفوليوم ما بين الكيسنج وبين الفوليوم ما بين الكيسنج اهو، وما بين الكيسنج ده زي ما انت شايف كده وما بين الاوبن هول، فعندك نوعين اتنين في ليد وفي تيل، فعندك التيل اللي هو بيبقى موجود تحت والليد اللي هو موجود فوق، احسب كل واحد فيهم ايه على حده. طبعا دول الاولين ده بيساوي وليكن مثلا 340 ولا 340، التاني بيساوي حوالي 120 برميل، ده موجود وده موجود. طيب تيجي بعد كده بقى نعمل ديسبليسمنت بتاعنا. فالديسبليسمنت حضرتك المفروض انت عندك ده الاسمنت هنا اهو، حلو، بنعمل ديسبليس بالطفله، فالمفروض ان في فرق في البريشر ما بين الاثنين واحنا اثناء ما احنا بنعمل ديسبليس، لان وانت بتعمل ديسبليس بالتنيه البوتوم بلاجه تنزل 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 لحد ما تقف اهو، وبعدين يترفع عليها بريشر تجي مكسوره، يبدا يعدي لك بقى الاسمنت كله من هنا كده وانت طالع طالع لحد ما توقف خالص ديسبليس. هتوقف امتى؟ لما البلاجه اللي فوق تنزل على البلاجه اللي تحت تلزق فيها. فلما عشان تلزق فيها بيبقى في حاجه اسمها فاينل، بيبقى في حاجه اسمها ديفرنشال بريشر. الديفرنشال بريشر ده عباره عن ايه؟ انت وانت شغال طول ما انت شغال ده مد وده اسمنت، تلاقيه بيرتفع، بتلاقيه بيرتفع اول ما تبدا ديسبليسمنت. ليه؟ لان الاسمنت وزنه تقيل وطبعا ديت مكسوره، فانت بيبقى عندك هنا الدنيا ايه مفتوحه من ناحيتين، فتلاقي البامب بريشر بتاعك ايه بيعلى. فاحنا نبقى عاملين حسابنا من الاول عارفين الديفرنشال بريشر بيساوي كام، وبناء عليه لما نعرفه هيديك مثلا ايه وليكن اكس. طبعا بكون انا وانا اثناء ما انا بنزل بالكيسنج باجي عند اخر باجي بعد ما بنزل بالكيسنج كده بقعد اسركل لمده بوتوم اب، وبسجل بريشر في الاخر خالص بتاع 2 باريل بير مينت اللي هو الديسبليسمنت اللي انا هعمل بيه الفاينل ديسبليسمنت اللي انا هعمل بيه الفلويد بتاعي. طبعا لما ببدا ديسبليس ببدا بخمسه او سته او اقصى ما البامب ما تجيب، وانا ابدا اهدي تدريجي خالص لحد ما اوصل في الاخر ان انا بعمل بيه 2 بي بي ام او باريل بير مينت. وبالتالي لما يبقى عندي 2 بي بي ام في الاخر بتلاقي مثلا والله ان انت كان البريشر بتاعك قصادها كان بيساوي مثلا وليكن 200 بي اس اي، فبتلاقي الديفرنشال اللي انت حاسبه وليكن 1500 بلس ال 200 اللي هم كانوا بتوع اخر مره، فتلاقي البريشر بتاعك اوتوماتيك لما يحصل قبل البامبنج كده بحاجه بسيطه خالص عشان تبمبها تلاقي وصل ل 1700 ولا حاجه، ده الديفرنشال بتاعك. وانس ان انت بمبتها بتيجي تلاقي البريشر راح رافع معاك مره واحده، اول ما البريشر ما يرفع معاك مره واحده تعرف ان انت كده خلاص بمبت البلجه، تقف عليها لمده 10 دقائق بحوالي بلس او ماينس 1300 الى 1400 بي اس اي اوفر عن الديفرنشال بريشر. تمام، طبعا الحسابات بقى هنا بتاعت الاسمنت هنبقى نتكلم عليها بالتفصيل الممل ان شاء الله. ليه بقى حضرتك؟ لان طبعا في حاجه اسمها ييلد، وفي حاجه اسمها سلاري، وفي حاجه عدد الشكاير تحسب منه الكيميكال كميات قد ايه، برضه عشان ما حدش ايه يخمك يعني. تمام، السمنت كالكوليشن اهو ده طريقه حسابات الكيميكال ان شاء الله نتكلم عليها ايه لاحقا مره تانية. تاخد في اعتبارك برضو ان انت وانت نازل بالكيسنج بيبقى محتاج هو يحط فيها شويه سنترلايزرات
علشان برضو قام سنطره البتاع الكيسنج داخل الهول بحيث يبقى فيه توزيع مظبوط للاسمنت حوالين الكيسنج من بره. خلاص يبقى اهو السيكونس بتاع الاوبريشن سيركوليت وايز الكيسنج كاباسيتي اوكي هولد بريدج اوف سيفتي ميتنج ابدا اعمل ريجب الاسمنت لاينز وحطها ب 3000 بمب 80 برميل جل فريش او اللي بيسموه سبيسر يلي السبيسر على طول تعمل دروب للبوتوم بلاج اوكي ثم بتعمل ميكس للكيميكال بتاعتك اللي انت هتضخها اللي هي الاسمنت بتاعك سواء 12 بي بي جي او 15 بي بي جي لو هو تيل يعني هنا هتبمب 15 الاول بعد كده هتبمب 15.8 اللي هو التيل بعد كده هتعمل دروب للسيمنت توب بلج وديسبيسمنت ليه 320 برميل خلاص بيوزن نظام اللي هو ايه 7 7 ولا 7 8 ولا 7 9 على حسب ما تشوف الدنيا فيها ايه معاهم هناك. طيب بعد كده بقى المفروض بيبقى عندك المفروض يكون عندك في حاجه اسمها اكسس بتبقى عامل حساب في اكسس من الاول بالذات في السيرفيس هول بتبقى 100% الاكسس على فكره يعني ليه عشان بيبقى في معاك لوسز من ناحيه من ناحيه ثانيه الهول فيها وش اوت كبير يعني امور كتير كده بس هو شوف بقى الفلوت كولر بقت عند دبس كام والويل عند دبس كام والحاجات دي كلها وبعدين بعمل لي داون للبريشر سبايدر او السبايدر الفيتر والستريبس واغير التوب درايف لينكس تمام. طيب بعد ما عملنا الكلام ده يا جماعه بقى اصبح دلوقتي احنا عملنا جوب الاسمنت والكيسنج خلاص عملنا اسماء كيسنج واسمنت نعمل ايه بعد كده يقول لك خلاص هتجيب ميديكو قطر ميديكو جولد قطر اللي هي الشركه بتاعت ميديكو اسمها ميديكو كده بتيجي الراجل الاحام مديك بنطتين اهو كده بنطتين جاست على طول تحت البي او بي او تحت الانيلر على طول خلاص بنسميها احنا ايه رفقه للكيسنج يعني طبعا انت بتفتح فتحه الاول واخد بالك وبعد الفتحه ديت ايه عشان يعمل دريننج للطفله اللي موجوده طبعا انت في ده فوق كل ده مليان طفله فطبعا ممكن تغرق الناس اللي موجوده تحت وبوظ لهم هدومهم وممكن تشوههم فيعمل ايه يجي فاتح هو بس فتحتين كده في الكيسنج الايه القديمه اول ما يفتح الكيسنج فتحتين ايه اللي يحصل يبقى الفلويد اللي فوق ده كله هيحصل له دريننج دريننج يعني يقع خلاص ما بقاش في حاجه فيجي مكمل اللحام وقاطعها باللمبه اللحام اللي احنا بنسميه رف كاتنج لل 13 3 8 لاندنج جوينت لاخر جوينت معانا فوق فخلاص بقى لما عمل لها رف كاتنج بقت بالمنظر ده كده اللي هي مدغدغه كده من كل حته خلاص فهو بتغضبها من كل حته يعمل ايه خلاص عمل راف كاتنج هتيجي قايل او نيبل داون ليبل داون للدايفرتر سيستم تالت حاجه كات اوف لل 20 انش شورت اند جوينت اند بريشر جوينت يبقى كات لل 20 انش شورت جوينت اند ريموف ليها وبعد كده بقى بجيب انا الراجل اللي هو بتاع ميديكو كاتر ده واخد بالك بيجي هو يسيب لك الاستاب بتاعك مثلا عشان الكيسنج بول حوالي 6.75 يعني 6 وثلاث ارباع ادم جزء من الادم يعني 6 وثلاث ارباع انش يا ربي فبتلاقي ايه الفاينل كات بتاعك بتعرفه من خلال الراجل ايه لما قطع القطعه وظبطها بالظبط طبعا ده الايه المفتاح بتاعه طبعا في هنا ايه قاطع وهكذا مختلف تمام طيب بعد كده هنعمل ايه في السيكونس اللي بعدها ادي عندك هنا في حاجه اسمها برادن هيد احنا قطعنا خلاص بنيجي احنا ايه لاحمين البرادن هيد من تحت كده اهو بلمبه اللحام وطبعا احنا حاطين حاجه كده اشبه بالولعه عشان الراجل ايه بيسخنها كويس قوي الاول وبعد ما يسخنها ايه يحط ال بعد ما يسخنها كويس جدا يحط لمبه اللحام ويلزق من تحت نوم البرادن هيد على الكوندكتور كيسنج وبذلك يكون انت حضرتك ايه خلاص امنت البير بتاعك بقى وبدا يبقى عندك فيه فلانش هيطلع على البير يعني في فلانش هيطلع على البير وادي هنا الجروف بتاعها اللي احنا هتحطوها فيه كيسينج تمام طيب لما انت عملت الاثنين دول ايه اللي هيحصل هيجي حضرتك لما انت عملت الاثنين دولت اللي هو الخطوتين دولت هيجي حضرتك بقى رافع البي او بي عندك فوق هنا رفعت البي او بي وبعد ما رفعت البي او بي تعمل عليه تيست اجينست البوتوم فلانش تمام تعملها اجينست الايه البوتوم فلانش بتاعتك طيب انستولد 13.5 وال 500 ومش عارف ايه تمام بعد كده خلاص حطينا البي او بي بتاعنا
تمام. بعد ما بتحط حطيت البريدن هيد، بتيجي رافع انت فوق ايه ال بي او بي بتاعك عشان تحفر السكشن اللي بعده. وبعد ما تحفر السكشن اللي بعده على طول ان شاء الله تجيب بقى الكيسنج هيد سبول وتحطها عشان تبدا جو اهيد، يعني تحط الكيسنج هيد سبول وبعدين كده تعمل نيبل اب للبي او بي بتاعك اللي هو الدبل ستاد، وتبدا تهيئ نفسك للسكشن اللي جاي عشان نبدا ان شاء الله نحفر. طبعا في شويه حاجات بقى تاخد بالك منهم قوي، ايه هي؟ ده عندك مثلا دقاق اهو، خلاص دي بيسموها يا جماعه وير بوشنج. الوير بوشنج ده حضرتك انا دلوقتي لما جيت حفرت البريدن هيد حطيته، انا دلوقتي باجي لازم بستخدم حاجه اسمها تيست بلاج. اهي تيست بلاج دي باجي شايلها كده اهو، باجي طبعا هنا الاول برفع البي او بي خلاص، فبعد ما رفعت البي او بي بعمل تيست بالتيست بلاج، باجي نازل بيها كده على على مواسير رازعه حاططها انا اهو المنطقه ده اهي، ياخد بالك في الجروف بتاعها انا اهو، وارفع البريشر بتاعي زي ما انا عايز واعمل تيستي على البي او بي، وبعد كده ارجعها تاني. طب ارجعها تاني بقى اجي اعمل ايه؟ اجي حاططها جوه الوير بوشنج وانزل بيها لحد تحت نوت والف لفه شمال بس، او لا يعني بحيث ان انا اطلع البنز او الفينجرز ده اهي، الفينجرز ده تطلع لي من قلب التجويف دهوت خالص وابقى فري، تبقى معاك الوير بوشنج جاي. دي اسمها وير بوشنج، عشان حضرتك ما تستوعبش اسم بعد كده، اسمها وير بوشنج، اسمها ايه؟ تيستم. تمام كده يا جماعه، كده يعتبر ايه احنا تمام، يعني شفنا الشيكر بقى الاسمنت بتاعك الدنيا تمام. طب خلاص خلصنا الكلام ده، نبدا بقى نخش ايه في السكشن اللي بعده، وده ان شاء الله هنأجله للمحاضره الجايه. اشوفكم على خير ان شاء الله، وخدوا بالكم من نفسكم، ستاي ات هوم، احنا في فتره حظر وحجر صحي، فاتمنى يا رب ايه ان الامور تعدي على خير، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.